أهلاً من جديد. تتألف فرقة شياب الكويتية من 3 شبان كويتيين موهوبين يتقمصون دور كبار في السن ويقدمون عروضاً موسيقية غنائية راقصة بطريقة كوميدية مرحة. الفرقة حققت شهرة واسعة بعد ظهورها ببرنامج المواهب Arabs Got Talent. بس خلينا أول شيء قبل ما نبتدي معهم يمكن رشا نتعرف على أساميهم اللي هم متابعينها. فحضرتك اسمك؟ روميو. روميو. مرشيغو. مرشيد. مرشيغو. مرشيدو. مرشيغو. مرشيدو. شوي صعب بس بهذا. ما شاء الله عليكم يعني أجانب بس لابسين يعني تياب. يلا. الحمد لله. خلينا طبعا نعرف بداية كيف أنتم بدأتوا كيف كونتوا هذه الفرقة. احنا يعني ما اترك المايك حق روبي هو يحب يقول القصة هذه. الخاندرو مولك. اوكي. احنا بدايتنا هاف كويتيز هاف لاتينوز، كنا كلاس ميتس في لندن، كنا طلبة مع بعض، شفنا ان الهوايات والثقافات متقاربة من بعض، يعني عندنا كلنا نحب الرياضة ونحب الفن والموسيقى. طبعا احنا راح نتكلم كله في كل ان كاركتر. اوكي. اي طبعا. انت على الهواء على فكرة. You must be kidding. لا انت على الهواء. اتفضل كمل. ليش انصدمت؟ يلا كمان زميلكم جاي. لا من صدقكم يا جماعة. ايه لا بس انت انتبه عشان صحتك دحين، انت في عمرك ما يحتاج تنصدم تعرف. صحيح. ايه شو اسمه فكنا طلبة كلاش ميت، شفنا ان الهوايات متقاربة، كنا رياضيين موسيقيين مع بعض. مرشيغو بطل جولف ايام الدوله العباسيه. ايه عندنا اليخاندرو بطل. اليخاندرو اذا يقدر يدخل طبعا بنرحب في معانا، بس يعني عامل. أيوه. يعني اخذوا وقت عشان يوصلنا شوي. هلا 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 اهم شيء السبحه. ايه عندنا اليخاندرو بطل رمح ايام الدوله العثمانيه. وانا كنت بطل بولينج قبل الاسلام بشنتين تقريبا. قبل الاسلام. ايه فهذه كانت قصتنا. اما شلون بدينا اترك المايك حق اخوي اللي خاندرو. اي بالبدايه احنا كنا قاعدين بالصاله، كنت انا قاعد على اليمين وروميو بالنص نايم ومرشيغو على اليسار شيش، كان يحب الدخان وايد. فشفنا بالتلفزيون طلع دعايه برنامج اسمه جد. اللي خاندرو يا تعلي صوتك يا ترفع لي المايك الله يرضى عليك شويه اكثر. ايوه ممتاز عشان يطلع صوتك اوضح. تفضل. اي شفنا في دعايه برنامج اسمه عرض التالنت. اي فشفنا متشابطين صغار يتشاركون، فاحنا اغرانا الكاش والشياره. ايوه ايوه شاركنا بعدها ومن بعد المشابقه مرشيغ يقول لكم اياها. والله قدمنا اللي عندنا ويعني ما كنا متوقعين يعني هذا رده الفعل، الحمد لله يعني صار عندنا معجبات، يعني هذا اهم شيء. بس اهم شيء معجبات. بس كيف من عمركم ولا اصغر؟ ايه 150 سنه وفوق بس. طيب ممتاز. طيب خلينا يعني نتذكر شويه بعض اللي سويتوه او بعض يعني عروضكم في Arabs Got Talent. اذا ممكن تعرضوا لنا شيء او تغنوا لنا حاجه. ها شنو نغني لهم؟ بالامارات. كيف شنو عندك؟ يلا يا جماعه قرروا. شنو؟ تبي تغني يعني؟ لا صدق على الهواء ولا؟ ايه والله على الهواء. ليه ما انت ردت صدق والله؟ والله العظيم. اوكي يلا شنو تبي؟ ما تبي تعزف وياي؟ يلا كيفك؟ يلا كيفك شنو خلص يلا روحنا روحنا على وقتكم. شنو؟ ايه احنا فاتحين الهواء. يلا انت باغي واحد ولا شنو كيف؟ يلا انت باغي واحد. حلو. يلا Thank you.
سلام. العافيه. يعطيكم العافيه فعلا. بس انا بدي إذا ممكن الكاميرا بس توري الشراب حقك، لأنه يعني صراحة مع التوب يعني رايح بشكل جميل جدا. طيب على العموم بعد Arabs Got Talent أنتو، بس بضح رجلك شوي كمان. بعد Arabs Got Talent ايوه بالضبط طبعا، يعني المهم بعد Arabs Got Talent انتوا اخذتوا كثير شهره وبداوا الناس طبعا يهتموا فيكم. ايش كانت يعني ابرز الاشياء اللي انتوا خلاص قررتوا انكم انتوا ترسموها لخط مستقبلكم؟ حتكملوا في هذه الكاركترز؟ والله مثل ما انت، اترك المايك حق اخوي اليخاندرو. ما سمعت السؤال. اي بعيد عني انت، عاد مره عاد لازم اعلي صوتي كثير. طيب على العموم انتوا ايش ناويين بعد Arabs Got Talent؟ الخطه حقتكم كانت حتكملوا كشياب في هذه الكاركترز؟ اي راح نكمل. احنا عندنا يعني ثلاث خطط مشاريع مستقبليه. عندنا نطرح شنجلش اغاني تاليفنا والحاننا وتوزيعنا. عندنا مشلشل وحيصير قريبا ان شاء الله المستعين. حلو. نخطط له. عندنا فيلم بالشنب. مسلسل من بطولتكم انتوا ولا انتوا حتكونوا مشاركين مع ناس تانيين؟ لا اقصد برنامج من البرنامج من بطولتنا. اي معلش العمر له حق. الصحة طبعاً. وفيلم حقنا احنا. طيب هل انتوا يعني انتوا طبعا خلاص معروفين بهذه الشخصيات، يعني لما انتوا تخرج مثلا تروحوا على السوق او المول كيف ردات الفعل تكون؟ احنا بس ندش ذي الناس تي زحمه امم اي كذي دائره علينا طبعا اهم شيء البنات بنات عنده ايه وكبار اهم شيء عندك كمان. ما تسح على وجهك انت تقول بنات وذاك المره المعجبه اللي بسوق الخضره سوت لك ايش سوت له؟ كنت رايح انا اشتري رويد شي ربطه خضره ايه فهي قالت لي بصور، قلت لها تعالي صوري، صورت وراحت. انا ماسك الكيس بروح ولا طابوقه تجي براسي تشوف ولا ناحية البن مالها بيبيع ايه عيال المرشية قول لهم قصتك في ال... كان 200 200 عمره 200 اوكي المرشية وبعد عندها قصة هذه اللي بسوق السمك ايش قالت لك؟ حلو؟ المعجبة اللي بسوق السمك لا كل سوق السمك انتم يعني هذا السوق خضار سوق سمك انتم ما بتروحوا اماكن ثانية؟ لا ما عندنا وقت احنا ما عندنا وقت نروح اماكن ثانية ما نقدر لازم بادي جارس وشي. ايه. طيب. عندكم شيء ثاني تسمعونا اياه؟ أنا ما نعرف أنتم في إمكانية أنكم تقوموا تسووا عرض وأنتم واقفين تقدروا ترقصوا على الصبح؟ أيوه. صحتكم مساعدة؟ مو متريقين ما كلينا. أوكي طيب خلاص إذا كذا خلاص خليكم أجل غنوا طيب نكتفي بالغنى. إيش تحبوا تسمعونا شيء ثاني؟ لا ولا تترك المايك عنده لانه بياخذ وقته في التفكير، ايش رايك انت تفكر المره دي؟ يلا نسمعهم شو اسمه؟ طلع الجيتار خلينا نسمعهم هذا شنو؟ قول عندنا اغنيه لاتينيه اسبانيه نغنيها احنا دائما. عندك هالموضوع؟ ايه تبي اعطيك اياه ولا شنو؟ سبانيش كورت عندك. اوكي بس ثانيتين زين؟ ثانيتين. ثاني جين بس قاعد تعدون وياي يلا واحد اثنين معلش بس يلا يلا قول قول باريو لك تنبار شافور ما دولك هوريديرا El barrio la cachimba se ha formado la corridera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Oh, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Oh, ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El barrio La Cachimba se ha formado la corridera. El barrio La Cachimba se ha formado la corridera. Oh, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Oh, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Oh, ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
يعطيكم ألف عافية. طبعا يعني نحن انتهى وقتنا، بنقدر نشكركم على وجودكم معنا. وطبعا كانوا معنا فرقة شياب، روميو طبعا وأليخاندرو. أنت اسمك مرة صعب، مرسيانو اسمك صعب. طبعا بنشكركم على وجودكم معنا ونورتونا. احنا طبعا جايين دبي، حاب نقول لكم ان عندنا عرض، عندنا 6 عروض في الدول، 9 عروض في شو اسم المول؟ سيتي سنتر مردف. مردي؟ مردف مردف. جميل. بس ما فهمت ايش لازمة التليفون اللي معك دحين رفع؟ الو ثواني ها ما يخالف ايه؟ ما يخالف فاتحين ما تشوف ايه؟ قاعديني انا خلاص قاعدين ويا الربع. اوكي يلا شو اسمه اللي اقول لكم ان احنا عندنا فعال من ضمن راح نشارك في المهرجان، عندنا 9 عروض من ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي 2014. جميل. طيب تحبوا تطلعوا تكملوا في نشرات الاخبار شيء كذا ولا تخليكم معنا؟ خليكم معنا يمكن خليكم افضل.